رواق الحياة. رواق الحياة. كل اثنين واربعة على الحياة FM. 100 عام من العزلة. غابرييل غارسيا ماركيز. اسماني لمع في عالم الأدب ورسخ في ذاكرة القراء والنقاد والدارسين. ما إن يذكر أحدهما حتى يلحق به الثاني في توأمة لفظية ساحرة، هما غابرييل غارسيا ماركيز ومئة عام من العزلة. كاتب وعنوان. الكاتب الإسباني الكبير غابرييل غارسيا ماركيز على حد اللسان الفرنسي، أو غابرييل غارسيا ماركيز كما الأصل في مضانيه الكولومبية. 100 عام من العزلة هو عنوان أشهر روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. ولد غابرييل غارسيا ماركيز في أراكاتاكا ماجدالينا في كولومبيا في 9 يوم 1 مارس 1927، وتوفي 2014. نال جائزة نوبل للآداب عن روايته المذكورة 100 عام من العزلة. تزوج غابرييل غارسيا ماركيز الفتاة مرسيدس بارشا، وهي من عائلة مصرية مهاجرة ذات أصول لبنانية. تزوجها وعاش متيما بها. قيل فيها: مرسيدس بارشا بوصلة غابرييل غارسيا ماركيز الأولى ومتيمته الأخيرة. قالت فيه: من اللحظة الأولى قد آمنت به، ولا بد من تجسيد الإيمان بالدعم كي نساعد في خلق عبقري. الأديب الحر الثائر غابرييل غارسيا ماركيز يعد من أشهر الروائيين الذين ظهروا في العالم الثالث وعالم الرواية في النصف الثاني من القرن العشرين. الكاتب الكولومبي بمدرسة الواقعية السحرية أو الواقعية العجائبية في الرواية، يظل من أشهر كتاب الرواية في أمريكا اللاتينية والعالم. 100 عام من العزلة. غابرييل غارسيا ماركيز. ألف غابرييل غارسيا ماركيز رائعته 100 عام من العزلة في المكسيك عام 1965، ولم تكفي النقود سوى لإرسال نصفها للنشر، ليستيقظ ذات يوم فيجد زوجته مرسيدس بارشا قد رهنت خاتم الزفاف لنشر النصف الثاني، لتنشر الرواية عام 1967. نشرت 100 عام من العزلة بأكثر من 20 لغة، وحازت على 4 جوائز دولية، كما صنفت أفضل كتاب أجنبي في فرنسا، واختيرت 12 كتابا في الولايات المتحدة. وقد حاز عنها غابرييل غارسيا ماركيز على جائزة نوبل للآداب عام 1982. كان صيت ماركيز قد ذاع فور صدور الطبعة الأولى لروايته الأشهر 100 عام من العزلة، حيث بيعت 8,000 نسخة من الرواية في أسبوعها الأول، 500,000 نسخة بعد رحلة شاقة اقتسمها الزوجان، رحلة انتهت إلى نجاح مدون لم يكن يحلم به الشاب غابرييل. أول ما فعله غابرييل غارسيا ماركيز فور تلقيه أموالاً من حصيلة هذا النجاح أن أعاد لزوجته خاتمها المرهون. 100 عام من العزلة. غابرييل غارسيا ماركيز. الإهداء. العتبة الثانية في رواية 100 عام من العزلة بعد العنوان هي عتبة الإهداء، الذي ورد فيه قول الروائي:
إلى جومي غارسيا أسكوت وماريا لويزا إيليو برنال. في عام 65 و 900 و 1066 و 900 و 1000 كانت جومي غارسيا أسكوت جارا للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز. استغرق تأليف رواية 100 عام من العزلة عاما ونصفه، وكانت جومي غارسيا أسكوت وزوجته ماريا لويزا إيليو برنال يزوران منزل غارسيا ماركيز كل ليلة ويتفاعلان مع الرواية وهي بصدد الكتابة. وهذا سر إهداء غارسيا ماركيز روايته هذه إلى الزوجين جاريه وصديقيه. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. ملخص رواية 100 عام من العزلة: حالة براءة الطفولة مروراً بكل مراحل الرجولة والأنوثة والانحطاط في نهاية جارفة. المكان: قرية تدعى ماكوندو، أسسها خوسي أركاديو بوينديا الأبو بعدما رحل مع زوجته أورسولا عن بلده، واستقر بهم المقام إلى شبه جزيرة معزولة عن العالم. إذ ظلوا يبحثون عن طريق البحر قرابة العام ولم يعثروا عليه، فقرر خوسيه أن يؤسس مدينته التي ستبقى على مدى تعاقب 6 أجيال من عائلته، وستستمر 100 عام حتى ينتهي بها الحال مع موت آخر فرد لعائلة بوينديا كما تقول النبوءة. وتبقى المدينة في عزلتها إلا من تلك الزيارة السنوية من مجموعة من الغجر، والتي ستتكرر على مدار تاريخ المدينة، إذ يأتون ليسحروا سكان ماكوندو المعزولين باكتشافاتهم الجديدة وما يصل إليه العالم الخارجي من اختراعات. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. الأحداث: تدور أحداث الرواية حول تلك العائلة، عائلة خوسي أركاديو بوينديا، وتتعاقب الأجيال وتتعدد المواليد وتكثر الوفيات، وتبدأ هنا قصة وتنتهي هناك أخرى، ويتغير شكل العالم، وتقوم الصراعات بين الأحرار والمحافظين، وتشن الحروب وتدوي الانتصارات، وكأنها دنيا كاملة يجسد فيها الكاتب واقع العالم المشتت وما قد يقوده إلى الهلاك بأسلوب أقرب إلى الفانتازيا. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. البدايات: تبدأ أحداث الرواية بعائلتي بوينديا وآل إيغواران المختلطتين بالتزاوج لينتج عن نسلهما طفل بذيل. تزوجت أورسولا ابنة آل إيغواران من السيد خوسيه أركاديو بوينديا سليل عائلة بوينديا، ووصل الزوجان إلى قرية ماكوندو. وصل إلى قرية ماكوندو الصغيرة المنعزلة لينجب رغم المخاوف 3 أبناء هم خوسيه أركاديو وأورليانو وأمارانتا. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. الغجر: يزور القرية من حين إلى آخر مجموعة من الغجر يتزعمهم ميلكيادس. أثار المغناطيس رهبة أهل القرية جميعا، كما أن قدرات العدسة المجمعة قد أذهلت بوينديا بشكل خاص، حتى سعى إلى أن يستخدمها كسلاح حربي، ويركز في غرفة الكيمياء داخل بيته محاولا خلط العناصر وفهم المزيد، ولكن لم تفز عائلته من محاولاته إلا بخسارة أورسولا ذهبها. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. الطفلان:
انجرف الطفلان مع أبيهما في نزواته المعرفية رغم اختلاف شخصياتهما، وكان أورليانو مميزا بقدراته على التنبؤ، فأخبر أمه بقدوم زائر جديد للبيت، وهو ما حدث بالفعل بقدومة الطفلة ريبيكا، ليتبناها الثنائي وتصبح فردا جديدا في الأسرة. رحل خوسيه أركاديو الابن مع الغجر بشكل مفاجئ بعد أن هام بإحداهن، وغاب عن الأسرة لفترة، وعبث غيابه بعقل أورسولا التي قررت أن ترحل للبحث عنه لتغيب لفترة طويلة، أثارت قلق الأبي إلى أن تعود أورسولا في رفقتها العديد من التجار للقرية بملابس جديدة ودون أن تخبر أحدا بما فعلت أو رأت خارج القرية. يقدم إلى القرية وافد جديد ممثل للحكومة، وهو القاضي، ليفرض على بيوت القرية أن تستخدم الدهان الأزرق، مما أثار حنق الأبي بوينديا ليتشاجر مع القاضي، ليعود القاضي مرة أخرى بعد طرد بوينديا له محميا بالجنود، فيسمح له بوينديا على ألا يفرض على أحد لونا معينا في دهان المنازل، فيتفق الطرفان في النهاية. أحب أورليانو ابنة القاضي ريميديوس الصغيرة، وطلب من أبيها خطبتها، فهاج أبوه ورفض الأمر في البداية إلى أن أقنعته أورسولا، لكن الأب استغل رغبة أورسولا في تزويج ابنه أورليانو بريميديوس في تزويج ريبيكا بالشاب الإيطالي الوسيم عازف الموسيقى بيترو كريسبي، فتتوعد أمارانتا ريبيكا وتصب عليها اللعنات لإيقاف زواجهما، فيفسد زواجهما بالفعل بعد سنوات من الانتظار. تموت ريميديوس زوجة أورليانو ويحزن الجميع، فينشغل أورليانو بالحرب بين الليبراليين والمحافظين ليصبح قائدا لقوات التمرد الليبرالية، ويخوض عشرات الحروب ضدها حتى كاد أن يموت أمام فرقة الإعدام. هذا الحدث تبدأ به القصة بالأساس في شكل حدث رئيس يتوقف عنده الزمن ليتذكر فيه أورليانو كل ما فات من أحداث، ويتدخل أخوه خوسيه أركاديو الذي عاد للقرية وتزوج من ريبيكا المسكينة لينقذ الكولونيل أورليانو من الموت. من البداية لم يحظى زواج ريبيكا وأركاديو على موافقة أورسولا، خوفا من عودة لعنة الذيل لطفلهما المحتمل، فتطردها أورسولا من بيتها، بينما يهيم بيترو كريسبي بحب أمارانتا التي لم تهتم به، فينتحر الوسيم الإيطالي في النهاية داخل محله. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. لعنة الحب. تظهر شخصية المومسي بيلار تيرنيرا لينجب منها كل أخ على حدة، فأنجب أورليانو منها ابنه خوسي أورليانو، وأنجب خوسي أركاديو منها أيضا ابنه اللقيطة أركاديو الذي يتربى في بيت ريبيكا منفيين من بيت أورسولا الجدة. ثم تحرق أمارانتا يدها ليستمر الحرق معها طوال حياتها وحتى مماتها، وكأنها تأثرت بانتحار بيترو كريسبي بشكل ما، فلم تحتمل الألم النفسي وحاولت استبداله بألم الحرق. انطلق الكولونيل أورليانو في حروبه وأنجب 17 ابنا وبنتا لم نعرف عنهم شيئا، وخاض 32 حربا خسرها في النهاية ضد المحافظين، ليعود إلى القرية ويوقع الهدنة بعد أن فقد الهدف من تلك الحرب ولم يعد يعرف لها سببا، بل وكان يتعجب من رفاقه لوجود أسباب يحاربون من أجلها، إذ تسببت الحرب في فقده لأصدقائه ومخالفته لبعض مبادئه، فقرر التنحي عن الحرب والبقاء مع أورسولا في بيتها. يموت الجد بوينديا
بعد أن قضى آخر أيامه تحت شجرة الكستناء، فتمطر السماء زهورا صغيرة في لحظة سحرية مميزة. تتكرر لعنة الحب مع ابناء أركاديو بن خوسي أركاديو الذي أنجبهم من سانتا صوفيا التي أرسلتها بيلار تيرنيرا عندما لم تطق محبة أركاديو لها، وهو ابنها خوسي أركاديو، لتنجب سانتا صوفيا من أركاديو خوسي أركاديو سيغوندو وأورليانو الثاني وريميديوس الجميلة. يحب كل من خوسي أركاديو سيغوندو وأورليانو الثاني مومسا جديدة اسمها بيترا كوتيس، وكأن لعنة بيلار تيرينيرا تتجدد، بينما يثير جمال أوريميديوس الجميلة كل ما يراه حتى انتحر شخصان بسبب جمالها ولا مبالاتها بهما، لتنتهي نهاية غريبة ممسكة بطرفي ملاءة وطائرة بعيدا عن بيت أورسولا، فينسدل عن قصتها الستار فجأة. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. انحراف الأسرة. لم تتوقع أرسولا يوما أن يظلم أبناؤها أحدا، إلا أن خوسي أركاديو وأركاديو قد تعاون على سرقة أراضي سكان ماكوندو وتخويفهم، ودافعت عن أهل القرية ضد ظلم أركاديو. ولكن بعد موت خوسي أركاديو وبعد عودة الكولونيل أورليانو واكتشاف لتلك السرقات، يقرر إعادة الحق لأهله بعد حديث قصير مع ريبيكا التي لم تمانع على الإطلاق. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. تغير الأحوال. تدخل شركة الموز إلى ماكوندو للاستفادة من ثرواتها الطبيعية، فينضم خوسي أركاديو سيغوندو إلى الشركة ويعمل كمراقب عمال، ثم يرث صفة تمرد الكولونيل أورليانو، فيثور مع العمال إلى أن تقرر الشركة فتح النار على عمالها. وينتقل خبر موت 3000 شخص في هذا اليوم عبر خوسي أركاديو سيغوندو للعائلة بعد هروبه، ليبقى في بيت أورسولا وداخل غرفة الكيمياء دارسا وقارئا لما فيها. يحب أورليانو الثاني فرناندا الأرستقراطية والتي تربت على أن تكون ملكة رغم علاقته ببيترا كوتيس، فلم يلبث أن عاش مع فرناندا قليلا ثم رحل عنها ليعيش مع بيترا كوتيس والتي كانت بمثابة تميمة الحظ، فاغتنى بشدة وفحش حتى أن ذاع صيت غناه وحاضر حفلاته القاسي والداني، لتبغض أرسلا غناه الفاحش وغير المستحق من وجهة نظرها وتعتبره بلاء على الأسرة، فكان يسخر منها. أنجب أورليانو الثاني من فرناندا الأرستقراطية 3 أبناء، وهم ميمي وخوسي أركاديو الثالث وأمارانتا أورسولا. وتسيطر فرناندا على المنزل بعد كبر سن أورسولا وإصابتها بمشاكل في الإبصار وبعد وفاة أمارانتا وأورسولا، وتستمر العلاقات المتوترة بين فرناندا وأورليانو الثاني الذي هجرها بسبب التزامها الزائد وأرستقراطيتها المرهقة بالنسبة إليه، لكنه عاد في النهاية إليها بعد أن وعدها بأن يموت في منزلها. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. المصير. تقرر فرناندا التي تصبح أرسولا جديدة استئجار حارس لقتل عشيق ابنتها ميمي الذي يتسلل إليها ليلا، وتنجح خطتها بالفعل، ولكن بعد فوات الأوان فقد أنجبت ميمي ابنها أورليانو ليعيش مع فرناندا في نفس البيت مخفيا في غرفة الكيمياء مع خوسي أركاديو سيغوندو، فتقرر إرسال ابنها خوسيه أركاديو الثالث إلى روما ليصبح البابا. وفجأة تمطر سماء ماكوندو لقرابة 5 سنوات، فتضيع ثروة أورليانو الثاني، ويحاول في نهاية حياته أن يفي بوعده لابنته أمارانتا أورسولا لتسافر إلى بريكسل لتستكمل دراستها،
فيعود للعمل بكل جد واجتهاد في بيع تذاكر اليانصيبي لينجح في مسعاه وتسافر أمارانتا لبروكسل. ثم يموت التوأم خوسي أركاديو سيغوندو وأوريانو الثاني في نفس اليوم، ولا يبقى في البيت إلا فرناندا التي تعاني من مرض عضال مع الابن غير الشرعي لابنتها ميمي أوريانو بيبليانو في غرفة الكيمياء. وبعد غنى زوجها الفاحش لا تجد فرناندا بعد هذا العمر إلا سلة طعام يومية لا تعلم مرسلها الحقيقية والتي كانت بيترا. وتموت فرناندا في النهاية بعد توقف المطر، ويعود ابنها خوسي أركاديو الثالث في روما ليقرأ رسائل أمه. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. كنوز العائلة. تركت العائلة خلفها كنزين، أحدهما عبارة عن لفافات ميلكيادس الغجري، والتي لطالما حاول أفراد الأسرة فك شفرتها لفهم محتواها في غرفة الكيمياء، ليحمل أوريانو بيبليانو عبء فكها وقراءتها بعد أن كون من سنوات عزلته في غرفة الكيمياء حصيلة معرفية ضخمة. والكنز الثاني هو الذهب الذي أصرت أورسولا قبل موتها على عدم الإفصاح عنه بعدما رأت من غناء أوريانو الثاني الفاحش من بلاء على أسرتها وتكرارهم لنفس الأخطاء، فأخفته داخل بلاط غرفتها ولم يكتشفه إلا ابن فرناندا العائد من روما خوسي أركاديو الثالث، والذي طالما كذب على الأسرة بشأن دراسته في روما ليعود ويعبث مع رفاقه في منزل الأسرة بكنوزها. وفي يوم قرر طرد رفاقه فعادوا إليه لينتقموا منه، فأغرقوه في حوض الاستحمام وسرقوا الذهب. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. نهاية رواية 100 عام من العزلة. تعود أمارانتا أورسولا من بروكسل متزوجة من جاستن، إلا أن علاقتها لم تستمر بسبب رغبة زوجها في العودة إلى بروكسل بعد أن أخطأ في تقدير رغبة زوجته في تحمل ماكوندو، فأحبها أوريانو بيبليانو. ورغم العلاقة غير الشرعية بينهما أنجبت الطفل الأخير لعائلة بوينديا فأسماه أوريانو. وفي تطور درامي يكتشف الأب أوريانو بيبليانو شفرة أوراق ميكيليادس الغجر السنسكريتية بعد وفاة أمارانتا أورسولا نزفا من ولادتها، ويكتشف أن ابنه أوريانو له الذيل الملعون الذي خافت منه الجدة أورسولا طوال حياتها، فيأكل الطفل النمل الذي هاجم القرية ودمرها. وبينما يقف أوريانو بيبليانو ممسكا بأوراق ميلكيادس ليقرأها متأثرا بما حدث لزوجته وابنه وخواء قرية ماكوندو من السكان تقريبا لكثرة كوارثها، يكتشف أن أوراق ميلكيادس ما هي إلا نبوءة لكل ما حدث للعائلة طوال عقود وعلى مدار 7 أجيال تروي الأحداث بدقة وتتنبأ بها، كما تتنبأ في اللحظات الأخيرة بعاصفة هائلة تمحو القرية وبيت العائلة وكل من فيه، لتفنى عائلة بوينديا وأرسل عن آخرها بعد 100 عام من العزلة. 100 عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز. ثنائيات الرواية، عطف الكاتب وقسوته. في الرواية ثنائية الوجود والعدم، الحياة والموت، الجهل والمعرفة، العجز والإرادة، الجسد والروح، الظلم والعدل، الموجود والمنشود، البداوة والحضارة، العادي والعجيب، الوفاء والخيانة، السلم والحرب، الاستسلام والمواجهة. إن رواية 100 عام من العزلة لغابرييل غارسيا ماركيز فن خالد لا يموت، وعطر وردة لا تذوي، ولذة قراءة لا تنضب. فإلى تفاصيل الرواية وبحر عجائبها، عالم من الواقع والخيال مغر
وعجيب. 100 عام من العزلة. غابرييل غارسيا ماركيز. رواق الحياة. رواق الحياة. كل 2 و4 على الحياة FM.